قراءة الأسئلة ولا في حدا؟ طيب تفضل. يعني سمعت عن شخص قال دخلت يوم الجمعة على صلاة الفجر، صليت الفجر وجلست إلى صلاة الجمعة، ف يعني قال أحدهم يعني من الشباب اللي يعني من طلبة العلم، قال له ليس هذا من هدي النبي والصحابة، يعني إنه ما كانوا يعملون. يعني إحنا إذا الواحد اللي بده يبكر وبده يحصل أجر البدن، كيف بده يعمل بوقته؟ لا، هو زي ما ذكرت لك بعد شروق الشمس، ليس بعد الفجر مباشرة. وعبد الله بن مسعود كان يبكر، فإذا دخل وجد أربعة، قال رابع أربعة أو خامس خمسة، ما ذلك من الله ببعيد، إن الناس يجلسون من الله بمقدار يوم القيامة بمقدار تبكيرهم إلى الجمعات. وفضل التبكير فضل عظيم، لكن في زماننا أصبح عسرا. والسبب أن صلاة الجمعة تقام في وقت صلاة الظهر، فبدك إيش تروح الساعة 6:30، تظلك لساعة 12:30، 6 ساعات، يعني مدة إيش طويلة جدا. أما بعض الكتب الفقه تنكر أصلا التبكير، بعض كتب الفقه تنكر التبكير، وهؤلاء العلماء معذورون لأنهم لم يقفوا على ما وقفنا عليه. فنحن الحمد لله وقفنا على الحديث الذي ذكرت أنت وما شابه. نعم.